اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشؤون الصحه والوقايه وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد متابعه الوضع الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهوريه فضلا عن استعراض الاجراءات الحاليه المتخذه من قبل الحكومه لاحتواء انتشار الفيروس وحملات تطعيم المواطنين وعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين جهود الدولة لتجهيز كافة المرافق الطبية، مشيرا إلى وجود خطة تبادلية للأماكن والمستشفيات المطلوبة للإشغال بالحالات الحرجة التي تستدعي عناية فائقة ومكثفة، وأجهزة تنفس صناعي، وأكد أن الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى مع اقتراب فصل الشتاء والتصاعد النسبي في أعداد الحالات في إطار الموجة الرابعة للوباء. ووجه الرئيس بالتوسع في حملات التطعيم للمواطنين وتسهيل الاجراءات لتيسير حصولهم على اللقاحات خاصه مع الوفره الحاليه كما وكيفا للقاحات كورونا في مصر وتدفقها المستمر بمختلف انواعها العالميه اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني وصرح سفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع شهد استعراض مشروعات وزاره النقل على مستوى الجمهوريه خاصه الطرق والمحاور وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي الحالي للطريق الدائري المحيط بالقاهره الكبرى والذي اعتمد تطويره على عده محاور اساسيه وهي توسعه الطريق ليصبح سبع حارات في كل جانب فضلا عن تزويد الطريق بانظمه النقل الذكي اي تي اس بالاضافه الى تزويده بمنظومه النقل الجماعي الجديده والمتمثله في الاتوبيس الترددي السريع بي ار تي والذي يعتبر بدوره بديلا للنقل العشوائي ويعمل بالطاقه النظيفه سواء الكهربائية أو الغاز الطبيعي ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من تطوير الطريق الدائري بكافة مكوناته وفق الجدول الزمني المحدد وذلك باعتباره أحد أهم المحاور الرئيسية التي تربط أقاليم القاهرة الكبرى وأحيائها ببعضها البعض عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وذلك بحضور اللواء هاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية. وعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة موقف مشروعات اعادة احياء القاهرة التاريخية وهي المنطقة المحيطة بمسجد الحاكم بامر الله ومنطقة جنوب باب زويلة ومنطقة حارة الروم وباب زويلة، والمنطقة المحيطة بمسجد الحسين ومنطقة ضرب اللبانة. شهد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده الخارجيه ذو مستويين بشير 22 الذي تجريه احدى التشكيلات المدرعه بالجيش الثاني الميداني والذي استمر لعده ايام وياتي في اطار الخطه السنويه للتدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحه. شاهد الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه المرحله الرئيسيه لمشروع مراكز القياده الخارجي ذو مستويين بشير 22 والذي تجريه احدى التشكيلات المدرعه بالجيش الثاني الميداني والقى قائد الجيش الثاني الميداني كلمه اكد خلالها على الدعم الذي توليه القياده العامه للقوات المسلحه لكافه الوحدات والتشكيلات لتكون قادره على اداء مهامها بكفاءه واقتدار. وبدات المرحلة الرئيسية بتنفيذ اجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتي تضمنت عرض التقارير والقرارات. وناقش رئيس اركان حرب القوات المسلحة القادة والضباط للتاكد من تفهمهم لمهامهم ومدى استيعابهم الكامل لتنفيذ كل ما يكلفون به من مهام باحترافية عالية. واعقب ذلك اجراءات تنسيق التعاون لكافة عناصر تشكيل العملية. وقد ظهر خلال المرحلة مدام وصلت اليه العناصر المشاركه من استعداد قتالي عال ونقل الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني مشيدا بدورهم البطولي في عوده الحياه لطبيعتها بمدن وقرى شمال سيناء لينعم اهلها بالامن والاستقرار واثنى رئيس اركان حرب القوات المسلحه على الاداء المتميز والروح المعنويه العاليه للقوات المشاركه في المشروع وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءه القتاليه والثقه العاليه بالنفس مشيدا بالجهد الذي يبذلونه من اجل الحفاظ على مقدرات الوطن واعلاء كلمته حضر المشروع عدد من كبار قاده القوات المسلحه نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من انباء بشان صدور قرار بتعليق الدراسة بكافه المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وتواصل المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التربيه والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي اكدت الوزارتان انه لا صحه لصدور قرار بتعليق الدراسة بكافه المدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية وافق مجلس النواب خلال جلسته العامه اليوم باغلبيه ثلثي اعضاء المجلس على مشروع قانون مواجهه الاوبئه والجوائح الصحيه المقدم من الحكومه وحدد القانون 25 تدبيرا يمكن لرئيس الوزراء اتخاذ اي منها وتشمل وضع قيود على حريه الاشخاص في الانتقال او المرور او التواجد في اوقات معينه سواء في مناطق محدده او في كافه انحاء البلاد وتعطيل العمل جزئيا او كليا الوزارات والمصالح والاجهزه الحكوميه وكذلك تعطيل الدراسه جزئيا او كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليميه اعلن صندوق تحيا مصر عن وصول قافله اغاثه عاجله لمحافظه اسوان للمشاركه في جهود رعايه متضرر موجه الطقس السيء التي تعرضت لها المحافظه قبل عده ايام وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر تامر عبد الفتاح ان تيسير هذه القافله يأتي في إطار الجهود التي يقوم بها الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات لافتا إلى أن القافلة تتضمن 24 طنا من المواد الغذائية الجافة وخمسة أطنان من الألبان وخمسة أطنان معلبات وخمسة أطنان خضروات بالإضافة إلى عشرة أطنان من الدواجن واللحوم أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص خمسة ملايين طالب بمختلف مدارس الجمهورية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم لدى طلاب المرحلة الابتدائية وذلك منذ انطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحله الابتدائيه من المصريين وغير المصريين المقيمين على ارض مصر ب 29444 مدرسه حكوميه وخاصه تتوقع هيئه الارصاد الجويه ان يشهد غدا الاربعاء استمرار الاجواء الخريفيه على كافه الانحاء وتنخفض درجات الحراره ليسود طقس معتدل على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد مائل للحراره على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد كما تتوقع الارصاد هطول الامطار باماكن متفرقه من محافظه القاهره في ساعات الليل <applause> ايه هي السعاده من وجهه نظرك؟ ان اي حاجه حلوه بتحصل لك في الحياه فهي دي السعاده. آه الاكل والقعده على السرير والاكل بس. ان انت تيجي تنام على السرير تلاقي نفسك نايم وتشبع نوم، دي السعاده بالنسبه لي انا. راحه البال دي اهم كل حاجه في حياتي. السعاده هي النجاح. السعاده ان انا اعمل الحاجات اللي مريحاني مش مريحه الناس. ايه هي السعاده من وجهه نظرك؟ <applause> مش عارفه يعني بس ان آه انا اتخرجت. السعاده هي القناعه. والرضا والطموح والحياه البسيطه. يسعد اولاده، يسعد زوجته، يسعد قرايبه، يسعد كل اللي حواليه. انك تكون راضي بحياتك، بغنيتك دي ده هو اللي هيخليك مبسوط طول عمرك. السعاده ان انا الاقي حد بيخاف عليا وبيحبني طبعا غير اهلي. السلام مع النفس. بطبيعه السعاده كون مع ربنا سبحانه وتعالى بالصلاه، بالصوم، اللي هي الحاجات اللي هي اللي تنفع الانسان في اخره طبعا هي بتدي للسعاده الواحد يبقى موده رايق فاهم الصبح ويعني بالذات بدري بقى فاهم الساعه 7 كده الواحد بيبقى سعيد واللي يفتح واللي يفسح لو السعاده شخص وقابلته تحب تقول له ايه انت فينك من زمان لا خليكي معايا ما تتريقنيش لحظه خليكي معايا أيوة والنبي <applause> انت فين مش لاقيك السادة المشاهدين مساءكم خير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من 90 دقيقه النهارده يوم مختلف قررنا نبعد عن الدوشه ونبعد عن اي حاجه ممكن انها تدعو للقلق ونخلق في استوديو 90 دقيقه مساحه هاديه ما هو يعني هو الهدوء مطلوب عشان نعرف نفكر محدش بيعرف يفكر الا لما يكون في هدوء حتى يجي يقولك ايه انت متوتر ليه ايه عشان تعرف تفكر التفكير مطلوب علشان نفهم ولما نفهم هنرتاح ولما هنرتاح هنخلق امل وتفاؤل ولو خلقنا امل وتفاؤل وايجابية كل حاجة هتتظبط صحتنا النفسية وصحتنا الجسدية يعني هيبقوا أفضل وهيبقوا أحسن، المجتمع هيبقى أفضل كمان، البلد هتبقى أقوى، محدش هيقدر يهزنا أبداً، <applause> لا حد هيقدر يهز ثقتنا في نفسنا ولا حد هيقدر يهز إيماننا ببلدنا. وخليكم فاكرين إن هنا من نفس الاستوديو ده بقول لكم دايماً إنه أفضل حاجة حصلت بعد ثورة 30 يونيو إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريص إنه يفتح قوس الامل وما يتقفلش ابدا ليه لانه رجال السياسه عارفين كويس قوي انه قوه الدوله من قوه شعبها وقوه الشعب من حجم الامل والتفاؤل والطاقه الايجابيه اللي جواها ولو بصينا للحته بتاعه التفاؤل والامل دي على المستوى الخاص او المستوى العام حنفهم يعني حاجات كتير قوي يعني ببساطه هنلاقي ان كل اعداء البلد دي بيركزوا طول الوقت على هدف رئيسي وهو انهم يحسسوا المواطن المصري انه قليل انه ما يقدرش وهتلاقوا طول الوقت حملات تشكيك في كل حاجه حلوه للاسف هتلاقي في اصرار على نشر الاحباط عشان هم عارفين كويس قوي انه المجتمع المحبط او المجتمع اللي خايف طول الوقت من المستقبل هيبقى مجتمع ضعيف. لو لاحظتم السنين اللي فاتوا هتلاقوا انتشار كبير جدا للناس اللي بتنشر الاحباط. أو الناس اللي عندها إحساس بالنقص والدونية. تقول لهم هنحفر قناة السويس الجديدة، يقول لك ما تقدرش. تقول له هعمر سينا، يقول لك ما تقدرش. تقول لهم أنا هنجح وهدخل كلية الطب، يقول لك ما تقدرش. تقول لهم أنا هاخد تمويل وأعمل مشروع متوسط أو صغير، يقول لك هتفشل ده الاقتصاد خربان وهكذا 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 عاوز يحفر بينك وبين الأمل والتفاؤل ألف سور وسور رغم أن كل الأبحاث العلمية الدولية بتقول وبتأكد على أن إحساس الإنسان بالتفاؤل والأمل هو أول الطريق أول الطريق عشان يكون عنده صحة نفسية سوية وسليمة ويكون كمان بعيد عن الأمراض. طيب في دراسة سنة 2002 العلماء لقوا أنه الناس متفائلة وأنه الناس المتفائلة هم فقط اللي بيحافظوا على صحتهم العقلية والجسدية وهم أقل عرضة للتدخين وبيناموا بشكل أفضل وأكثر فاعلية في التعامل في الضغوطات أو الصدمات طيب كمان في دراسة أمريكية شملت 2564 رجل وامرأة عمرهم فوق الخمسة وستين سنة الدراسة دي ايه بقى؟ اثبتت انه التفاؤل مفيد لايه؟ لضغط الدم. والناس الايجابية المتفائلة بيكون عندهم صحة أفضل للقلب والأوعية الدموية وإنه الأشخاص المتفائلين لو حصل لهم لا قدر الله جراحة زي مثلا لما يعمل عملية قلب مفتوح، شريان تاجي، جراحة عظام بيتعافوا بشكل اسرع تخيلوا شوفوا قد ايه مهم يعني باختصار الاحساس بالتفاؤل والايجابيات اللي حوالينا وجود دايما امل في المستقبل بيكون دايما سبب في تحسن الحاله الصحيه للبني ادم وبيكون دايما سبب في الاستقرار النفسي وعلى المستوى العام بيخلق مجتمع قوي يهزم الاحباط ويعرف ينتصر على الاعداء وفي الحته دي تحديدا في قصه مشهوره عايزه اقولها لكم. كان في امبراطور كان ياباني كل لما بلده تدخل حرب يجيب الجنود ويرمي قطعه نقديه يعني قدام قدامهم ويقول لهم لو جت يعني ملك ولا كتابه بتاعتنا يعني لو جت صوره يبقى هننتصر لو جت كتابه يبقى هنتهزم وكانت المفاجاه انه كل مره كان يجي يرمي فيها العمله المعدنيه دي تيجي دايما صوره والجنود يبقى عندهم امل وتفاؤل بقى يعني خلاص هننتصر ويحاربوا بشراسه ويقين الانتصار وينتصروا. بس الغريب بقى انه لما كان الامبراطور الياباني ده في اواخر ايامه كان على فراش الموت وبيموت قال سر العمله المعدنيه وانه الوجهين بتوعها صوره. يعني هو كان بيعمل كده وقال لهم بس يعني في وقفه بقى انا ما كنتش بخدعكم أنا كنت بعمل إيه بقى؟ بخلق تفاؤل يخلي الإنسان إنه يخوض كل معاركه بيقين الإنتصار. وده اللي إحنا هنا في 90 دقيقة بنحرص عليه في برنامجنا وبنتمنى حقيقي من كل قلبنا إنه لكل مواطن في مصر وفي المجتمع إنه دايماً يسود وينتشر التفاؤل وتحيا مصر مشاهدينا زي ما كنت بقول في أول الحلقة في البداية أنه أهم هدف تقريبا في الحياة الإنسان أنه هو يعني يعيش سعيد ناس شايفة أنها تقدر تجيب السعادة مثلا من راحة البال وناس شايفة أنها تقدر تجيبها من الفلوس وناس شايفة أنها تقدر تجيبها مثلا من الأسرة المستقرة وناس شايفة أنها تقدر تجيبها من الصحة في النهاية يعني هي كلها طرق بتؤدي بينا في النهايه لهدف كبير اسمه السعاده. لكن في نفس الوقت ناس كتير بتحس انها يعني فاقده السعاده وفاقده الطريق ليها وفاقده الاحساس بيها حتى لو اغنيه، حتى لو حياتهم مستقره. احنا دلوقتي ميعادنا مع فقره يعني مختلفه. عايزين نفهم يعني ايه السعاده؟ وهل السعاده قرار فعلا؟ وازاي الانسان ممكن يوصل لهذا الشعور؟ معايا في 90 دقيقة دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية برحب بك يا دكتور. مساء السعادة. اهلا ايوه مساء السعادة وليلتنا سعادة وحلقتنا ان شاء الله سعادة باذن أكيد الله. طبعاً. ازاي الانسان يوصل للسعادة؟ هي السعادة مفهوم نسبي بيختلف من واحد للتاني. والناس فاكرة ان السعادة ان الواحد يعيش من غير مشاكل. طبعا غلط. السعاده حاله من التوافق النفسي اللي الواحد بيعيش فيه حاله من الرضا والسلام النفسي انك تبقي راضيه باللي موجود انك تمني نفسك باللي موجود وما تحلميش باللي مفقود قوي فيهدر طاقتك السلبيه تشتغلي على نفسك وعلى اللي موجود بين ايديك النهارده دلوقتي مش اللي جاي بكره هو ده السعاده السعاده ان انت تنامي مرتاحه البال الشعور بالرضا يعني ما نفسي. محلمش. لا نحن نحلم آه. بس ما, ما ناخدش من طاقتنا في الدريم او في الحلم المستقبلي اللي جاي، آه. نحطه ايقونه قدام عينينا ونشتغل عليه بما نمتلك من ادوات، مم. لان خدي بال حضرتك لو في فجوه بين الحلم اللي انا بحلمه والادوات الحقيقيه اللي انا بملكها علشان احققه كان في فجوه كبيره هيجي آه. لي ضروب بنفسي وهيجي لي شعور بالاحباط وبعد كده يجي لي اكتئاب ويجي لي شعور بالياس والغموض والعزوف عن المشاركات الاجتماعيه واخش في مشاكل كبيره جدا، مم. السعاده الحقيقيه مم. ان اي موقف تستغليه لصالح <applause> نفسك، أيه. لصالح بنائك النفسي، انت واللي حوالين منك، لان ما فيش سعادة منفردة. ودي حتة مهمة أوي، يعني البعض بيسعد يقول لك أنا بسعد وأنا قاعد بتكلم بعمل شات ومبسوط وبضحك. اه طب فين ولادك؟ طب فين مراتك؟ يعني مش دي السعادة مش دي السعادة اللي هي السعادة اللي هي للشخص لوحده لا لا إطلاقا، أوه. السعادة ما هيش مع من اه طبعا مم. مشاركة يعني السعادة المشاركة. مشاركة المشاركة بتدي السواد الأعظم من السعادة ولذلك بقى شوفي الكونسبت أو مفهوم السعادة في جائحة زي الكورونا على سبيل المثال. إزاي بقى؟ اتقفلت الكافيهات، ناس كتير قعدت من أشغالها، كان في حظر، ناس ما بتنزلش، في ناس اكتئبت وناس عشان هي شخصيات متفائلة ابتدت تستغل الفترة اللي هي قاعدة في البيت إن هي تعيد بناء ما تم هدمه في العلاقات الأسرية، إنها تقدم اللي تأخر، إنها تبص على أولادها، كبروا فجأة قدام عينيهم، بقوا يشتغلوا على نواحي النمو اللي عندهم، بقى في علاقة الأنسنة بقى في علاقه الوجه للوجه بقوا يلعبوا مع اولادهم بقوا يتكلموا مع مراتاتهم بقوا يقضوا القعده قدام التلفزيون زي زمان يعني للمحنه المنحه مثلا بالظبط كده هو يعني افهم من كلام حضرتك أنه السعاده قرار السعاده قرار طبعا والسعاده لازم تبقى عاده عندنا عاده حياتيه م. يعني طبيعي ان الانسان يعيش سعيد في كل لحظه بيعيشها حتى في اوقات الازمات يعني لما بتجيلي ازمه م. معينه بنبسط برضو ان هي بتسخل الشخصيه عندي وتغري عندي الخبرات وبتطلع الطاقات الكامنه في القدره على الحلول ده خدي بال حضرتك ده احنا لقينا ان اللي بيصاب بامراض عضال تؤدي للموت زي الكانسر على سبيل المثال لو هو عنده تفاؤل وهو انسان سعيد بطبعه بيزداد عنده كرات الدم البيضة في الدم وبالتالي بتعلى من كفاءه اجهزه المناعه فبيبقى ريسبونس او الاستجابه تجاه الادويه بيبقى عالي فبيستشفى من المرض سبحان الله طبعا عكس طاقة. المتشائم طبعا الطاقه طاقة الايجابيه هو. اللي موجوده عنده المتشائم بقى يجيله له ديت انكزايتي وقلق في الموت وانشغال بتحلل الجسد وقبرة الفقدان وقلق الانفصال وهيسيب اولاده ورايح فين بتبقى الدنيا عنده مختلفه تماما فالسعاده حتى في اشد الازمات يعني لو انا عيان وعندي مرض موت ابقى سعيد ان عندي ابني واقف جنبي سعيد ان مراتي بتواسيني وبتقدم لي لقمه سعيد ان صاحبي بيرفع التليفون ويسلم عليا لازم نشوف علي. من السعاده عشان يساعدني في في المشكله او المحنه اللي انا فيها بالزبط. او اقدر عليها واواجهها اه بالظبط كده هو طيب ليه بنشوف يعني ناس كتير بيبقى بيمتلكوا كل شيء م. ما ناقصهمش حاجه وممكن نقول بمعنى اصح انه حياتهم مستقره ولكن يعني تعساء وليسوا سعداء. دي بترجع للبناء النفسي في مرحله الطفوله، يا اما كان بيعاني من الحرمان والحرمان ان هو ما ان انا ابقى فقير، بالعكس في فرق بين الفقر والشعور بالفقر، م. يعني ممكن اكون فقير جدا باكل طبق فوله على قدي ولكن القناعه والابتسامه والضحك والذكريات وتراكم الخبرات يقول لك يا سلام فين ايام ما كان ابونا اكلنا على الطبليه ايام الفقر. أيوه. كانت سعاده حقيقيه مم. فلو انا عملت الابن حرمان سواء حرمان بقى مادي وعمقته عنده او حرمان عاطفي وده الاهم مم. ما طبطبتش ما اتكلمتش ما استمعتش لقى في خلافات في الاسره لقى مم. في مشاكل لقى في طلاق متكرر الحاجات دي كلها طبعا بتخليه هو شخصيا هزمية اصلا مم. ما يستشعرش اي سعاده في حياته فلما بيجي يكبر مهما اعطيتي له من معطيات في حاجات غير رقميه هو مش شايفها مم. في رصيد مال انساني مش معاه ده اللي عامل له قصور وعوار نفسي يخليه ما يستشعرش دايما السعاده مهما كان عنده عربيه وشاليه واولاده في مدارس لغات وملتحق باحسن الانديه وبيروح بيسمع فنون وارت وفي ارقى الاماكن وليه جامعات سوشيال سبورت ولكن ما عندوش شعور بالسعاده، مم. ليه؟ لان في جزء اصيل في البناء النفسي مم. ما تكونش وما ترماش عنده هو في مرحله الطفوله المبكره. طب هل في انسان بطبيعته يعني سعيد وفي انسان بطبيعته ان هو بيبقى تعيس حزين؟ اه طبعا مم. بص حضرتك الانسان كل ما تعرض لخبرات شديده الالم في مراحل مبكره في حياته آه. كل ما كان طلع عنده اوتوماتيك شعور بالحزن. وتلاقيه دايما شخصيه حزينه وانسحابيه وعندها شعور بالوحده النفسيه يبقى قاعد في وسط الف نفر مش شايفهم هو قاعد برضه لوحده وما يحسش باي مباهج الحياه كل ما كانت الخبره دي في سن مبكر زي على سبيل المثال مثلا حد مات له احد الوالدين وما البيئه الاسريه العامه والخلان واللي حوالين منه يعوضوا اللي مات دوت فتعمق عنده خبره الفقدان وخبره الحزن زي الطفل اللي بيتعرض امه او ابوه لطلاق وما كانش عندهم من الوعي بمكان ان هم يتعاملوا معاه ويروا اشباعاته اكتر ما هم كانوا موجودين مم. ده يعيش طول عمره قاعد وحزين زي اللي بيتعرض لاصابه معينه او لحادثه معينه هقف عند الحته دي حضرتك يعني انا جالي مرتين على صفحه البرنامج امهات بيشتكوا من انه كان في واحده فيهم يعني بتقول انه كانت يعني عايشه سنين مع بنتها وهي فاكره ان بنتها هي مش عارفه تربيها، يعني كانت خلقا في تطاول وانه ما تسمعش الكلام وانه يعني مش قادره انها تسيطر عليها. ف وكانت بتشتكي لوالدها، ووالدها منفصل عن والدتها بانه هي يعني من سوء خلقها وكده. المهم هما الاب والام منفصلين، انفصلوا من وهي صغيره، وهي كانت متعلقه بوالدها تعلق شديد. اللي اتضح بقى انه لما ابتدت تلاحظ على بنتها حاجات مش, يعني مش طبيعيه فابتدت تقول لا طبعا انا هشوف دكتور نفسي فراحت لدكتور نفسي ودتها اتضح انه عندها حاجه والحقيقه للاسف انا لقيت ده أنا متكرر في حالات كتير بتجيلي البوردر لاين مم. نتيجه يعني انفصال الاب والام وال... فعايزين نتكلم ده برضو عشان نوعي الناس اللي بتنفصل وال... والزوج والزوجه والاب والام يعملوا ايه والابن ال... او الابنه اللي بيصابوا ايه موضوع البوردر لاين بص حضرتك ببساطه شديده جدا عشان الناس تفهم الدراسات قالت ابناء الطلاق لو تم التعامل معاهم صح بيطلعوا أحسن نفسيًا وأقوى من الصلابة النفسية من اللي عايشين في وسط أسر بينها صراعات. فدي حتة مهمة، يعني معنى كده إيه؟ إن أنا لما أجي أنفصل عن مراتي، لازم أقعد مع ابني ده وأفهمه إنه مش هو سبب الإنفصال، عشان ما يجيلوش جلطة أو شعور بالذنب، يفضل مقصر معاه العمر كله. يعني نفهمه إن إحنا الإنفصال اللي بينا يا ابني عشان مش قادرين نكمل مع بعض، أنت مش سبب فيه، بالعكس إذا أنت كنت سبب في استمرار العلاقة الأسرية أطول فترة ممكنة. ده مهم أوي. ومهم قوي لما اجي انفصل عن مراتي اخليها قاعده في نفس المكان اللي هي فيه لان انا لو دخلتها في قضايا بقى النفقه والحضانه والسكن والكلام ده كله وعزلت راحت مكان تاني بيترتب عليه ان ابني المدرسه بتاعته بتختلف او المسافه بينها وبين البيت الجديد مختلف جامعاته المرجعيه واصدقائه اللي في الحي وفي البيئه ومجتمع الجيره والعماره ما بيبقاش موجود وده بيعمله دايما سوشيال سبورت فيفضل تقعد اطول فتره ممكنه في السكن بتاعها وفي رجاله كتير متحضره بتعمل اللي احنا بنقوله ده. بنقول الأمهات او الاباء يعني لو أنا لو انا بنتي قاعده عندي لازم لما اجي اتكلم عن الام اتكلم كويس جدا وبكل احترام ولما اجي حتى تكون لو انا اتجوزت جوازه تانية لما اجي اشاور على امها اقول مامه بنتي واقول لفظ مناسب ليها مش انا لوحدي ده انا وامي واخواتي البنات يعني ما اسمحش لاي حد من قرايبي انه ينعتها ببعض الصفات الغير مرغوبه او يتكلم عنها بصوره غير مستحبه عشان ما يجيلهاش سيلف سيلف كونسبت او انخفاض السيلف كونسبت وتستشعر بالخزي وبالعار وانخفاض مفهومها نحو ذاتها كل ده بيؤثر على بنتنا اه طبعا مهم مهم قوي ان انا ما التزمش بنظام الرؤيه يعني ايه ما التزمش بنظام الرؤيه؟ انا ابني يروح يشوف طليقتي <applause> وقت الحاجه وقت ما هو يحتاج ان شاء الله حتى كل يوم اه اه انا بشوف مقاسي بصراحه ماساه موضوع الرؤيه ده بالظبط يعني ماساه طبعا ونستخدم هل مكان الرؤيه بيأثر على نفسيه طبعا مكان الرؤيه وتوقيت الرؤيه والكلام ده بيأثر كونه. بيأثر طبعا طيب وبعدين... يا ريتهم يفهموا ده يعني هم الحقيقه بتبقى خناقه وبيبقى حاله انتقام ما بين الاب والام وبيدفع ثمنها الاولاد وبيبقوا ضحيه بالظبط وبيجي لهم تاخر دراسي بيجلهم... بس مجلس النواب بيعدل دلوقتي قانون الرؤيه يا ريت يبقى كمان الرؤيه حسب الحاجه دي مهمه م. والاهم ان انا استخدم السوشيال ميديا في التواصل آه. مع الاب او الام اللي مش موجود، مم. يعني انا فاهم بنتي نزلي كده أبليكيشن عندك تكلمي بابي في اي وقت يا بنتي انت محتاجاه ويكلموا بعض ويشوفوا بعض ويتواصلوا مع بعض في ناس في ناس ده في مش كوارث يا فندم في كوارث صحيح طيب في كوارث بس نرجع تاني موضوع بس البوردر الدنيا البوردر نعم الدنيا أوه. بص حضرتك الدنيا اهدى اهدى من كده بكتير يعني مم. أنا دايماً أقول الوقاية خير من العلاج، فلو تحطي بيزك في أساس التعامل مش هيترتب عليه أي مشاكل نفسية، لأن الناس لو عرفت المشاكل النفسية المدمرة لأولادها المترتبة على عملية الطلاق والخلافات الأسرية يعني عملية صعبة جداً بتؤثر حتى على الجهاز العصبي، بتؤثر على قابليتها للإنجاب بعد كده هو، تخيلي؟ بتؤثر على العزوف عن الزواج، يعني في عندنا دلوقتي ظاهرة اسمها العنوسة الاختيارية. آه بتبقى هي رافضة إنها تتزوج. بالظبط عشان ما يحصلش نفس المشاكل ونفس المقاس اللي هي شايفاها فت... وده يعني وبعدين دلوقتي في ناس بتروح تتقدم لوحده يجي يقول لك ايه انا بسأل مامتها منفصله ولا لا يعني هل عندهم شيوع الانفصال مش متمسكين بالاسره ولا لا فحتى بيخلي الاقبال على البنت برغم من تربيتها وادبها وتعليمها يبقى الرجل بتتقل عليها شويه مم. فانا عاوز اقول للناس القصه انت بتدمر جيل جاي والجيل اللي جاي ده هو اللي هينفعك لان انا النهارده كوليد واقف بصحتي وبعافيتي بعد 10 15 سنه مين هيشيلني؟ ما هو اولادي فلو انا ما احسنتش بر اولادي عمرهم في يوم من الايام ما هيبروني. طيب السعاده ازاي ممكن تساعد في بناء مستقبل الانسان بص حضرتك الانسان السعيد دايما بيبقى عنده تطلعات ايجابيه في حياته مش سلبيه يعني بيبقى انسان منظم ذهنيا لان السعيد دوت بيبقى عنده ملكات عقليه متقدمه بتشتغل مش موجوده عند الانسان الغير سعيد آه. زي الاماجنت زي الخيال زي الربط بين العلاقات والمتعلقات كلها عمليات عقليه متقدمه زي الابتكار على سبيل المثال زي الحلول بيدي بحلول غير تقليديه في المواقف المتباينه زي في القدره على مجابهه المشكلات ومواجهتها بيتمتع بالابداع الإبداع. طبعا كل دي عملات عقليه متقدمه مش موجوده عند الانسان الغير سعيد مم. بالاضافه ان هي بتعمل عنده تقويه للصلابه النفسيه معدل الصلابه النفسيه عنده يبقى عالي وبالتالي ما تلاقوش قلقان معدل القلق عنده منخفض ما تلاقوش عصبي زي الانسان العادي ما تلاقوش يجي له اكتئاب ولا سيما الاكتئاب الموسمي او اكتئاب الفصول واحنا داخلين على فصل الشتاء بتلاقيه اقل عرضه من اقرانه بتلاقيه دايما انسان منفتح اجتماعيا يعني قاعد عنده تواصل اجتماعي مع الاخرين بيهيئ له المناخ للعمل والانتاج والترقيه وانه يعمل دراسات عليا والحراك الوظيفي يعني حتى لما يطلع من 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 شغله تلاقيه بسرعه لحم في شغله تانية ليه؟ لان هو انسان عايش السعاده ما عندوش اي ضغوط ودايما بقول لاي حد بيسمعنا انت لما بتبقى انت سعيد بتطلع طاقه ايجابيه، الطاقه الايجابيه دي هي اللي بتولد الاحداث عندك. ايوه اه مهم جدا قانون الطاقه النفسيه الايجابيه طبعا. وده حقيقي يعني انا وانا في باريس كنت قاعد في مكان اسمه بلاستو ديل في حي هناك مم. لقيت عاملين مرصد للمشاعر هناك، ايه المرصد ده؟ بيقول لك اللي بيعدي من الشارع ده المرصد بيرصد درجه المشاعر اللي طالعه من عنده قد ايه. يا سلام وبيحطها على مقياس المشاعر. <applause> حزين، سعيد، آه. مكتئب، فرحان، مسرور. وبالتالي يحطوا بلان انا بقول لك ايه يا دكتور ده بيبان على الوش مش محتاجه اقول لهم آه مش محتاج <applause> اه صحيح آه. بس بوريكي حتى العلم بره تقدم ازاي ان هو بيقيس الطاقه اللي طالعه منك قياس المشاعر وبيحطها على المقياس بتاعه دمين. الانسان دايما يعني بص حضرتك مثلا على سبيل المثال سيدنا يعقوب لما القى بيوسف في غيبات الجب قعد حزين وقعد يبكي 40 سنه حتى ابيضت عيناه من الحزن طيب المره التانية لما قالوا له اخونا التانية راح وتفائل وقال روحوا اصعوا يمكن تؤتوني امرا فحصل الحدث الايجابي وجابوا يوسف وجابوا اخوه فمهم قوي اللي انت تولد الطاقه الايجابيه هي اللي بتجيب حلول ولذلك دايما احنا بنقول قانون النيه قانون النيه من كان هجرته الله ورسوله فهجرته الله ورسوله هو راح يهاجر عشان راح يعمل حج وعمره هيعمل حج وعمره عاوز فلوس هيروح يلاقي الفلوس حسب استحضاره للنيه بتكون مم. الرغبه في السعي مم. بتكون الاهداف اللي محطوطه قدامه العقيده اللي جواه بقى حسب العقيده اللي جواه حسب هو شارب ايه وعاوز ايه ورايح بكل خلاجات النفس مم. عاوز يحقق ايه مم. ولذلك حتى الانسان اللي عنده خواء روحي دايما تلاقيه مش سعيد ودي مهمه الشعر قال لك ايه مم. اقبل على النفس واثري هواها فانت بالنفس لا بالجسم انسانه مم. فتخلي مم. عندك طبعا خلي عندك يعني ايه خواء الروح حالك. نشرح الخواء الروحي، الخواء الروحي اللي احنا دلوقتي بقينا حريصين ان عيالنا مش بتتربى انما بتنمو. <applause> يعني اهم حاجه اودي مدرسه اودي ارض أودي اركب عربيه اودي نادي انما الخواء الروحي ده ان انا اشبع الجانب الوجداني اللي عند اولادنا <applause> الابتسامه الجميله، الحنو، فن الانصات، الايكوتيه، السمع الجيد الهدوء النفسي قطعة مش قطعة موسيقية جميلة بنتذوقها كلنا مع بعض مم. رواية بنقراها زي زمان احنا افتقدنا البنات في السن الحالم اللي تقرا كتاب وتنام والكتاب كده حضناه وهي مش واخدة بالها ويجي أبوها يعدل لها دماغها بقينا الموبايل بقينا الموبايل بقينا الموبايل والأيباد واللابتوب بنقرا فيه فده مهم قوي يعني الثراء الروحي من أهم العوامل اللي بتكون الشخصية وتخلي مم. عندها سعادة وتفاؤل ومفيش حاجة بتقف قدام منها مم. طيب هرمون السيروتونين مضبوط اسمه السيراتونين ايوه المسؤول عن السعاده في الجسم. م. ازاي ممكن ان انا انشطه؟ احنا بننشطه بحاجات بسيطه جدا غير الادويه طبعا حاجات سلوكيات بسيطه إيه جدا جدا يعني بقول للناس جداً. يعني انا بقول لاي حد بيسمعنا النهارده وانت بالنهار صاحي من النوم عرض نفسك للشمس لان لو انت اتعرضتي عشر دقائق بس م. للشمس م. بالنهار اه بيزود عندك هرمون السعاده فعلا سعيده اه طبعا م. عشان كده حتى فايزة أحمد قالت يعني يما الأمر على الباب أفتح أناديله اه اه افتح ارد الباب ولا اناديله هي يعني ما كانتش قصدها القمر كان قصدها الشمس لما عملنا الابحاث لقينا الشمس هي اللي بتعمل السعاده مش القمر ايوه التعرض للضوء آه. ده مهم قوي طيب. ده نمره نمره اتنين بقدر الامكان اللي جاي لي غصب اخده بجميله يعني حتى لو في امور متعصبه عن النفس اخدها بهدوء نفسي لان كل حاجه بتعدي م. اللي يفهم الكلام ده الناس اللي في اوسط العمر لما يبص لثلاثين 30 سنه فاتوا في حياته م. بيلاقي كل عدى الحزن عدى والفرح عدى والحلو عدى والوحش عدى فيعرف ان هي كمان هتعدي فيقابل الامور باريحيه فيبقى انسان ما تاثرش فيه اي خبره الم او اي خبره حزن م. دايما ما تقعدش مع حرمية الطاقه لان في ناس تقعدي معاها يستنفذوا طاقتك بأ. تعالى بقى يا دكتور قول لي حراميه الطاقه دي اللي هي الناس انك تقعد في وسط ناس كئيبه ولا ايه؟ ناس يا ريت كئيبه حراميه الطاقه شكاية عجبتني بكاية. اه طول ما أوه. هي قاعده بتشتكي من جوزها بومة. <applause> اه وبتشتكي من ولادها وبتشتكي من العيشه أوه. وبتشتكي من العربيه وبتشتكي من باب العماره مش عاجبها حاجه مش عاجبها حاجه اه ومش راضيه مفيش رضا بتصدر لك طاقه أيوة سلبيه أيوة وتلاقيها على طول حزين ومتجهم وتيجي انت تسلمي عليها وفرحانه تلاقيها كده مكشره و... اه ما مالك تقوم تلاقيها قره الدنيا كلها طب انا مالي انا اسمع ليه انا ده كله بالظبط يعني هشيل يعني همي ولا هشيل همك لا يعني ممكن الواحد يبقى صديق لصديقه ويسمع مثلا عنده ازمه او مشكله بس مش كل مره ونحكي البواب والشغاله أيوة أيوة والولاد والعربيه وال... ولا حمد ولا جميله في شخصيات كده شكايه بكايه، حرامي الطاقه ده نبعد عنه خالص. حلو عجبتني حرامي الطاقه دي. اه طبعا لانه, آه لأنه آه. بيسلب من وجداني وبيسلب من طاقاتي آه. وانا مش فاضي انا عندي الاهم منه، مم. عندي بيتي واولادي وشغلي، مم. عندي نفسي لازم اشتغل على نفسي مم. ولازم اطور من نفسي. أيوه. مهم قوي وليد بتاع بالعكس م... انت عايز حد يضيف لك بالظبط، يعني بقول لاي حد بيسمعنا مهم قوي انا وليد النهارده يبقى احسن من وليد بتاع امبارح. ووليد بتاع بكره يبقى أحسن من وليد بتاع النهارده، منين؟ من أنا بشتغل على نفسي وبطور من نفسي، فأبعد عن حرام الطاقة، دي مهمة قوي ومهمة في بيتنا في بيوتنا لازم نفرح نفسنا. جور السعيد تسعد. آه، ومن أيوة. عاشر الحداد. أيوه. ينكوي بناره. أيوه. <applause> فنبعد عن اللي هيكوي بالنار ونخلي <applause> دايماً عايشين في حالة من السعادة من خلال توفير نماذج في حياتنا بتجلب لنا السعادة والإطناب أوه. والهدوء النفسي إيه ويضاف لك هو في البيت عندنا لازم نعمل حاجة تسعدنا كل واحد وهواه اللي عاوز يزرع زرعة مم. اللي يجيب حوض سمك اللي يربي سلحفاة اعمل اللي انت عاوزه المهم مم. يبقى عندك رافد جديد في البيت له كده ترتاح. مم. يعني في لقينا ناس بتحب تربي كلاب، تربي قطط، يا سلام على السعادة، هو جاي من بره ويلاقي الكلب بيزله بدماغه، بياخده في حضنه، ولا قطة دخلت عكسه، يعني وات ايفر، وواحد يجي من بره يأكل العصافير، حسب الاتجاهات النفسية لكل واحد، اخلق لنفسك حاجة غير غير الإنسان، مم. عايش معاك كائن آخر غير الإنسان، ما بيطلبش منك، ما بيشتكيش، ما بيتكلمش، مم. ما بيقنش حتى لو انت قاعد احتديت عليه ما بيعملكش اي رد فعل سلبي لان عارف ان انت الصديق والرفيق والحبيب وانت اللي بتطعمه ولو انت مش موجود حياته هتذهب سودا فده مهم قوي مهم برضو في حياتنا ان احنا نسمع موسيقى كتير نسمع اغاني كتير نتفرج على الافلام بتاعه زمان اللي فيها بساطه ما هياش <applause> افلام بلاي افلام بسيطه الناس بتعملها بتلقائيه <applause> الفن, بحكة الفن بحكة طلع من القلب لما مم. تشوف فؤاد المهندس ولا اسماعيل ياسين من القلب بيمثل أيوة. من القلب مم. مش بيمثل علينا ما بيمثل لينا ودي حته مهمه قوي فتستشعر بساطة مم. الحياه وقد ايه المصداقيه بقدر الامكان نلعب رياضه ما بقولش نروح نوادي بيزيد هرمون السيروتونين يا فندم احنا آه. كنا زمان في بيئاتنا العاديه نجيب مش عارف خشبه وحديده ونحط كتلتين هنا ونرفع ونجيب مم. سوسته ونعمل عقله بين البابين مم. ببساطه كده في البيت نرجع لده أيه. ده مهم قوي نرجع لده والاهم السوشيال سبورت والدعم النفسي والدعم الاجتماعي م. طول ما احنا في البيت نكلم بعض يا ريت ده ده, ده كونسبت مهم قوي نكلم بعض نتخلى عن الموبايل شويه ده انا بشوف حالات يبقى قاعد في اوضه والمدام في اوضه يبعت لها على, الو... على, على الواتساب اعملوا لي واحد شاي يقول تقول طب عاوز تشرب ولا اجيب لك الشاي لوحدي هو في <applause> ايه <applause> يا جدعان يعني. <applause> ده ده قاعدين في بيت واحد <applause> طب يا دكتور ال الهرمون السعاده، هل ليه ادويه ممكن تزوده؟ في ادويه للسيرتونين طبعا بس احنا ما نفضلش الكلام ده، طبعا اصل انا الجا للدواء ليه؟ وانا بايدي ابقى انا دكتور طبيعي نفسي. ازوده طبيعي اه طبعا، خدي بال حضرتك ده الجسم آه. اللي بيفرز ماده الافيون آه. الخام احسن من الافيون اللي بيتزرع اللي هو من الممنوعات، فشوفي آه. قد ايه الانسان جواه ربنا خلق له كيمياء عامله ازاي، آه. فاشتغل دايما على نفسي وده مهم قوي ومهم قوي ان انا احس بالرضا تجاه المحيطين يعني لو عندي ام عجوزه ولا كبيره في السن انا لما بروح لها انا مش بسعدها هي الابحاث النفسيه مم. احنا اللي بنحس بحاله من الرضا احنا اللي بنحس ان احنا بنتواصل مع حد ضعيف وبنادي تجاهه الواجب المطلوب فاحنا اللي بنسعد مش هو ده مهم قوي وعارفه حضرتك لو جلست الاطفال في اي وقت تلاقي اسعد ناس الجدود يقول لك انا بقعد مع حفيدي بنسى الدنيا هو ليه بينسى الدنيا؟ قاعد مع طفل بريء وجميل وبيضحك مم. ومبسوط و... والعكس تماما كمان، الطفل بيحس ناحيه الجد والجده بشعور سعيد جدا بالامان يعني. وطبعا لانه بيحس ان هم اطفال زيه أيوة. يعني ايوه آه. له كل رغباته فيش عندهم مشكله تجاهه، فبقدر الامكان نفتش على الاولاد اللي في العيله، يعني واللي واللي مخلفه وبتسمعنا تسعد بابنها، مم. ما تتضايقش ان هي بتغير في الساعه مم. البيولوجيه وطريقه مم. النوم والتغذيه لا الاراضي اللي بيجيله ومشاكله الدراسيه مم. السعاده باولادك في كل مراحل العمر هتشوفي فيهم تفاصيل جميله وممتعه ومشبعه وكافيه وغنيه عن اي حاجه في الدنيا مم. طيب هسال حضرتك سؤال بس هاخد اجابته بعد الفاصل ازاي يعني ممكن اخلي الأهالي سعداء خاصه مع بدايه الدراسه مشاهدينا هنطلع فاصل ونسمع الاجابه بعد الفاصل مشاهدينا ومعكم من جديد ومكملين مع الدكتور وليد هندي استشاري الصحه النفسيه برحب بيك مره اخري وكنا قبل الفاصل بنسال ازاي الاهالي تكون سعيده مع بدايه الدراسه يعني ان احنا نديهم طاقه او نديهم روشته ازاي يشعروا بالسعاده لانه طبعا في خوف على الولاد من الكورونا وفي مشاكل وتوتر الدراسه ومشاكل وتوتر المصاريف وانه في حاجات كتير جدا الاباء الحياه بتبقى عبء عليهم وبتصيبهم الحقيقه يعني باكتئاب بص كلام حضرتك كلام جميل وكلام معقول ما اقدرش اقول حاجه عنه ولكن <applause> الاهالي <تصفيق> بتصعب الامور على نفسها شويه أوه. يعني لما الاقي خناقات في اول يوم في العام الدراسي عشان خاطر يحط لابنهم تخت او ديسك في الصف الاول او عشان ابنهم يقعد اول واحد معتقدين ان ده هو ده هيخليه متفوق بعد كده يبقى هم اللي بيصعبوا الامور على نفسهم ايوه لما الاقيهم سايبين اول يوم في الدراسه للمفروض المفروض يقعدوا مع اولادهم يحضروا التشكيل والجلاد والالوان ويقسموا لهم الكراسات والحاجات دي كلها سايبينها وقاعدين على السوشيال ميديا يتنقلوا فيديو وهمي عن اولاد تاهت ويعملوا حاله من البلبله ويقعدوا يكلموا بعض بالتليفون والامهات ويروحوا ثاني يوم قلقانين ومفيش مشاكل اصلا المامز جروبس جروب وما ادراكي ما مامز جروب يعني بيرتكب فيها العديد من الاجرام في حق النفس والانهاك النفسي مم. على الفاضي هي هي مجرد واحه للصراخ والعويل وبس الشكوى وخلاص يعني انا ناس تقعد تبعت لي انا ابني المدرس ضربه النهارده اقول لها طب بعتلي ليه؟ ما تروحي المدرسه هو انا مدير مدرسه انت بتتكلمي ليه على السوشيال طب ميديا؟ طب هي عايزه ايه يعني؟ انا عارف ما تروحي لمدير المدرسه هو انا مدير مدرسه أيوه. مدير المدرسه أقولها اقول لها كده ما مثلا المشكلة. ابنها ابنها هيحصل له مشكله نفسيه مثلا فقلقانه مثلا فعايزه استشاره نفسيه ولا ايه؟ بص ما انا هقول لحضرتك مش عاوزه استشاره في حاجتين أوه. في السوشيال ميديا بوظوا سلوكياتنا أيوه. الناس لما عرفت ان البث المباشر واليوتيوب بيجيب فلوس الدنيا خربت، كل واحد بيطلع مواهبه علينا وهو عديم الموهبة وبسماجة وبسذاجة ده صحيح صحيح وبتفاهة محتوى علشان خاطر ويصيب المعتقدين ويصيبك بحالة بقى من الاكتئاب من الاكتئاب والغثيان آه, آه, اه طبعا، تاني حاجة لما بيعتقدوا ان هو لما بيتكلم على السوشيال ولا. ميديا بياخد لايكات وتفاعلات وحاجات وهمية بتديله أمن نفسي لأن هو بقى. من جواه حياته خربانة مسألة تجارية بحتة 100% بالظبط، أنا دلوقتي واحنا بنبقى بقولها. ضحايا وأولادنا ضحايا بالظبط ان هم يشوفوا المهزله دي ايوه فانا بقول لاولياء الامور في مشكله مع ابنك روحي خبطي على الباب ما تروحيش على السوشيال ميديا ما تروح لمدير المدرسه أيوة. محلش روح مم. لمدير الاداره محلش روح لوكاله الوزاره محلش روح للوزير على النت ما تروحيش الوزارة عنده مم. لا على النت ابعتي له كل ده موجود فنبتعد تماما عن السوشيال ميديا ما فيش امر يستدعي ان انا اتكلم عليها خالص وامشي الامور في اعنتها دي نمره برفع أبار عن نفسي الضغط النفسي نمره اثنين المفروض لما مهما كان عندي مشاكل في دفع المصاريف في ان انا بشتري الهدوم الكتب الكلام ده كله ما اتكلمش قدام الاولاد انا الاولاد تبقى بالنسبه لهم الخبره سعيده وجميله ومبهجه دي تبقى حلوه قوي نمره ثلاثه كل البيت ينتظم عنده الساعه البيولوجيه مفيش حاجه اسمها نام يا ابني عندك مدرسه بكره الصبح في كلنا لازم ننام بدري مسؤوليه جماعيه كلنا نقفل الموبايلات أوه. كلنا أوه. ما نسهرش وده مهم قوي ايه بقى الساعه البيولوجيه دي حضرتك اشرحها برضو للساده المشاهدين يفهموا الساعه البيولوجيه دي ده ده مفهوم مجازي احنا أي. بنقوله دايما لضبط الحاله النفسيه والمزاجيه والفسيولوجيه عند الانسان م. كل انسان فينا عنده ساعه بيولوجيه مختلفه عن الاخر م. يعني عكس ما الناس فاهمه يعني لو انا بشتغل طول عمري من بالليل للصبح الساعه البيولوجيه عندي خلاص اتظبطت على كده مم. فممكن في اندبودبل او فروق فرديه بين الساعه البيولوجيه اللي عندي اللي عند حضرتك عوامل كتير ادم اللي ساعته البيولوجيه اتظبطت خلاص ما يقدرش يغير حياته يعني مثلا اللي اتعود من طول حياته زي ما حضرتك بتقول ساعته البيولوجيه وقفت يعني اتظبطت على كده انه بيسهر طول الليل وينام طول النهار طب افرض واحد عايز يغير حياته يرجع ينام مثلا بالليل ويصحى بالنهار يقدر يغيرها بس بيجي له اتلال في المزاج العام ايوه وبختل... نشرح اه طبعا واختلال في المود بتاعه وعلى فكره مم. الانسان بطبيعته ما عندوش ساعه بيولوجيه ثابته العمر كله لانها متغيره بتغير الزمان والمكان والبيئه الجغرافيه والمناخ وال... والمرحله العمريه والمرحله كمين. العمريه اه طبعا مم. فده ده بعد مهم يعني الساعه البيولوجيه في الشتاء بتختلف عند كل المصريين غير الصيف ممكن يسهر للصبح مم. وهكذا انما المشكله في الساعه البيولوجيه مش زي ما الناس فاهمه ان هي بتاثر عليا على اختلال مم. المزاج العام على الهرمونات مم. على شعوري بالسعاده على الكواليتي اوف لايف او جوده الحياه لا دي بتاثر على الاخر دون ان ندري بمعنى مم. ايه؟ لقينا مثلا كل ست حالات طلاق في حاله طلاق واحده بنسميها طلاق النوم، ايه طلاق النوم ده؟ مم. ان شريك الحياه اللي جنبي ساعته البيولوجيه غيري مم. هو يا عيني نايم وعنده شغل الصبح وتعبانه وسهرانه وبتحضر وانا قاعد على الماسنجر بلعب فتت دي رنه يقول جاي انا بحب انام في النور واللي جنبي بيحب ينام في الضلمه انا بحب انام متغطي واللي جنبي ما يحبش كده فاصحى مثلا منه الغطاء او العكس طب ايه بقى الحل بقى في القصه دي فبيحصل مشاكل بين الزوج آه. والزوجه مع تراكم المواقف ايوه ايوه وفي اللي بيترتب عليها بقى الزوجه هنا مثلا راحت إيه؟ ارق وتعب وخمول بيحصل حاله طلاق <applause> كل ست حالات بيحصل حاله بسبب اختلال الساعة البيولوجيه طبعا طب يسمى طلاق النوم فدي حته مهمه قوي معمول عليها ابحاث بره مش معموله في مصر <applause> فاختلال الساعة البيولوجيه ليه اثاره النفسيه على الانسان <applause> سواء عليك شخص او على المحيطين على المراه بتبقى اكتر لان بيجي لها فرط شهيه عصبي بتاكل كتير لها اختلال في البادي ايمج او في صوره الجسم عندها يبتدي يترهل وتاخد شكل مغاير لنفسها ممكن في بعض الاحيان لها اضطرابات معدية وتساقط شعر وثعلبة او حتى جلديه ده عند المراه اكتر من الراجل في اختلال الساعه البيولوجيه علشان كل ده نتيجه أوه. اختلاف طبعًا. اختلال الساعه بال... طبعا طبعا بتعمل اختلال عام في المود عند الانسان مم. علشان نتيجه كده الاختلاف في المواعيد اختلاف المواعيد اه فانا بقول دايما للناس ايه يعني نظم وقتك ونظم اكلك لان التغذيه مهمه جدا لان اختلال الساعه البيولوجيه دلوقتي بقى في مصر بياخد اشكال تانية زي النوم المتقطع. يعني النوم المتقطع ده آه. مش مجرد ان انا اختلال بقى بنام بالنهار واصحى بالليل زي ما الناس فاهمه لا آه. النوم المتقطع ده اختلال للساعه البيولوجيه، النوم المبكر اختلال للساعه البيولوجيه تيجي الساعه 7 بقى دماغي بتسقط وعاوز انام، النوم اللي هو النعاس الاجباري، انا بقعد في وسط ناس لاقي نفسي دماغي بتسقط معايا شويه اختلال في الساعه البيولوجيه آه. يعني الساعه البيولوجيه مش زي ما الناس فاهمه عدد الساعات وتغييرها وخلاص يعني الناس اللي بتقلق وتصحى كذا مره وتقعد وبعدين تنام بعدها بشويه بعد ده اسمه دا اختلال, عنده في اختلال في الساعه البيولوجيه, البيولوجية. اه طبعا وتلاقيه حتى بالنهار معصب طب معوصلي. الحل ايه بقى وتلاقيه بالنهار يقول لك ايه خد بالك ما اعرفش اكلم حد غير لما أشرب قهوتي ولاع سيجاره يعني يدخل في المود لان هو عنده اختلال في الساعه البيولوجيه فبيدور المكنه بطريقته طب الحل ايه الحل بقى ان الانسان يبقى منظم في حياته. عارفه احنا لو منظمين في حياتنا الدنيا هتهدى خالص. آه. لا يا سيدي العب يا سيدي اقعد على السوشيال ميديا يا سيدي اتكلم يا سيدي كل اللي انت عاوزه يا سيدي اسهر مع اصحابك بس يبقى منظم مم. يبقى السهر يوم في الاسبوع ما يبقاش السبع ايام. يبقى انا دخلت انام يبقى حنام يعني غرفه النوم دي معموله للنوم مم. مش للمعيشه ما فيش حاجه اسمها فيها تلفزيون وفيها الموبايل وفيها خليك فاتح الباب عشان النت عندي يبقى ضعيف لما بتقفله لأن الراوتر محطوط في أوضة تانية، مفيش الكلام ده، ما جبناهوش في حتة، خليك منظم، داخل تنام سيادتك، تاخد القرار إن أنت داخل تنام وبقدر الإمكان تبقى المخدة عندك مخدة طبية أو مرتاحة لأن من ضمن الحاجات اللي بتعمل اختلال وعرق في <applause> النوم يؤدي لاضطراب الساعة البيولوجية. أنا بشكرك جدا يا دكتور وليد، الحقيقة يعني النهاردة قدمت لنا روشته السعادة كاملة متكاملة يعني. خلي السعادة عادة وعيشها بزياده الله حلو ده دي اجمل كلمه اختم بيها النهارده بشكرك يا دكتور وليد ورشه السعاده وبنتمنى يعني انه في الفقره دي ان انتم تكونوا يعني حصلتوا على اجابات كتير لاسئله كتير كانت بتدور جوانا والناس كلها تعيش سعيده وتبعد عن اي اجواء من الاكتئاب مشاهدينا فاصل ومواصلين حلقتنا حلقتنا النهارده كانت عن السعاده، اتكلمنا عن السعاده في اختيار الجمال وازاي نبقى سعداء في اختيار نوع العلاج اللي ناخده، واتكلمنا كمان عن السعاده اللي لازم نخليها عاده زي ما دكتور وليد هندي قال، بس في ناس الحقيقه فهمت السعاده غلط وراحت للمخدرات، وسلمت نفسها وسلمت جسمها لطريق للاسف الضياع. وعشان يتخلصوا من الموضوع ده ضيفي هيعرفنا ايه احدث الطرق لعلاج الادمان ومستحدثات المستحدثات الادمان او انواع المخدرات وبرحب الاول بضيفي الدكتور نبيل عبد المقصود استاذ علاج السموم والادمان بكليه طب القصر العيني اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا دكتور اهلا وسهلا اهلا وسهلا عايزين نتكلم الاول عن ايه هي الانواع المخدرات المستحدثه قبل ما ندخل بقى في طرق العلاج الحديثه بصي اقول لحضرتك حاجه هو للاسف ابتدى ينتشر حاليا انواع جديده من المخدرات يعني كان في موجود عندنا الترامادول الناس كانت بتاخده الهيروين ودي لها مشاكل برضه هنقولها كده بسرعه بس هقولك على المخدرات المستحدثه ابتدى يظهر حاجه اسمها الستروكس ابتدى يظهر الشابو ابتدى يظهر الشادو ده الستروكس ده انا سمعت عنه انما الشابو ده, ده كل ده مستحدث اه كل ده مستحدث اه وكل دي اسماء على فكره مش موجوده في الطب مفيش حاجة اسمها ستروكس، مفيش حاجة اسمها شابو، مفيش أيوة حاجة اسمها ستروكس أيوه حاجه هيبقي اسمها موجود شادو. في الطب ليه ده مخدرات لا لا هما دي مسميات تجارية اه هما سموها ممكن النهاردة الستروكس ممكن بكرة يسموه بلوظة يعني أي اسم بيختاروه يشد الشباب مم. فدي مش أسماء طبية واللي بيحصل إن هو بيجيب نباتات زي نبات البردقوش أو أي نوع من أنواع النباتات ويرشها بمواد كيماوية المشكلة إن التاجر بيجيب مواد كيماوية ويبخ على النبات وبعدين يجيب مادة تانية ويبخ لا بيبقى عارف هو بيحط إيه، كميات قد إيه، هل هتتفاعل المادة أ مع المادة ب ولا لأ؟ ده بيصنع يعني حاجة عشان آه 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 يطلعها أو آه المخدر؟ آه هو بيشكل ويفصل آه مواد على بعضها ويحطها على النبات ويسيبه لما ينشف وبعدين يلفها في اكياس شكلها شيك ويبتدي يبيعها للشباب. طيب لو جبت كيس من تاجر وجبت كيس من تاجر تاني لا يمكن هتلاقي كيسين مكوناتهم زي بعض. ده م... دا تحت مسمى واحد يعني. مسمى واحد. كل واحد بقى بيطبخ بالطريقه اللي تعجبه. كل واحد بيطبخ بالطريقه اللي تعجبه لكن التركيبه هنا غير التركيبه هنا. اه. وهنا بقى المشكلة اللي الشباب بيحس إن أولا بيتلخبط له الجهاز العصبي تماما ويبقى بيتصرف تصرفات غير دي أول مدرك مشكلة. للي بيعمله هنتكلم على المظاهر بتاعة الحاجات دي لكن أنا الحتة اللي مهمة قوي اللي أحب أذكرها إن المواد اللي بتترشي دي في منتهى الخطوره. و علشان تجرم لازم تبقى محطوطه في الجدول. عندنا جدول في الطب اسمه جدول المخدرات. مم. مين بقى اللي بيحطها في الجدول بالظبط؟ وزاره الصحه. آه. بالتعاون مع وزاره العدل. آه بتطلع بقرار من وزير الصحه. عشان تحطي ماده في الجدول بتاخد لها من سنه الى سنه ونص. مم. لا بروتوكول من سنة لسنة ونص حضرتك قولها تاني يعني عشان تتحط المادة آه آه في الجدول تاخد لها حوالي سنة إلى سنة ونص ده بروتوكول آه لها سنة لما يبقى يعني معلش ليه بتاخد الفترة دي؟ لأن بتتعرض على لجنة ثلاثية وبيبقى في تحاليل وبعد كده لجنة من وزارة الصحة وبعدين لجنة من وزارة العدل لها لها نظام مم. فتاخد لها سنة طيب ااا اه يعني هي مش معروف إنها مادة مخدرة وبتذهب العقل لا ما هو النبات محطوط عليه مواد مش من المواد المعروفه زي الهيروين ولا الـ ولا الترامادول لا ده آه. بيحط حاجات مواد يعني. يا ف... ومواد كيميائيه يعني عليه آه فمواد كيميائيه ما ينفعش ان الواحد يستعملها بطريقه الاستنشاق لان هو بيولعها في سجاره بيحطها بتكون النتيجه سلبيه، لكن اللي انا ارجع اللي كنت بقوله ان احنا عندنا 18 ماده لما حللوا خدوا الاستروكس دوت او النبات المرشوش وحللوه فلقوا ماده ومادتين، بعد كده خدوا من تجارتين تاني لقوا ماده ومادتين وهكذا. فتجمع حوالي 18 اعتقد 18 ماده تم تجريمهم من اللي بيترشوا على النبات اتجرموا فعلا يعني اقدر اتجرموا بقوا في الجدول طيب انا نبيل عم مصود اعرف حوالي 350 ماده ممكن تترش يبقى تاني حضرتك عيد انا 350 اعرف اكتر من 350 ماده ممكن تترش يبقى الراجل اللي هي دي اكل عيشه وشغلته يعرف اكتر مني بكتير يعني اللي اتجرم بس 18 اللي اتجرم ما هو التجريم بيبقى بناء على اللي بيلاقوه ايوه وبياخد وقت على ما يتجرم مم. فالمشكله ان التاجر بيعمل ايه بقى او اللي هم متخصصين في هذا الموضوع من التجاره طيب اتجرم 18 ال 18 دول ويروح يدور مواد على غيرها ثانيه اه يحط مواد كيميائيه ثانيه اه طيب لما يحط مواد كيميائية تانية برضو تذهب بالعقل لما يحط مواد كيميائية تانية وجيه الظابط مسكه مسك واحد معاه كيس أو مسك تاجر معاه مية كيس هيروح النيابة والنيابة هتحوله للطب الشرعي الطب الشرعي الشرع هيحلل ما الطب الشرعي هيحلل هيلاقيها مش في الجدول لو في الجدول هيتحبس لكن هيلاقيها مش في الجدول هيطلع لان انا معيش في الجدول مشكله كبيره جدا النقطه دي بيستغلها التاجر في ترويج بضاعته بيجي لي الولد يقول لي انا يا دكتور نبيل لما جيت اخدها ما قاليش انها مخدرات قال لي امال لا إيه؟ قال له دي حاجه تخليك كده تفرفش وتخيس يعني زي ايه اللي تخليه مبسوط يعني سعيد اه يبقى طيب مبسوط. معلين. ده طريقه الدخله اللي بيخشلهم لهم بيها اه شوفي بقى الجمله اللي بعدها ده حتى لو حد مسكها ما مخدرات شوفي النقطه اللي داخل بيها اه حتى لو مسكت بدليل انت لو اتمسكت ديت اهو مم. انا معايا اهو مفيش حاجه لو اتمسكت ما هيش مخدرات بيحاول يزرع نوع من الطمأنينة في قلب الولد أو في وجدان الشخص اللي هو عايز يوقعه. ف دي مشكلة، دي مشكلة كبيرة جدا. علشان كده أنا يعني دايما بأنادي إن التشريع ورجال التشريع يبصوا للنقطة دي لأن مين الاستحالة إن هنقدر نواكب كمية المواد التي يمكن رشها وتؤثر على الحالة النفسية أو الصحية أو الذهنية بتاعت الشخص ده كميات ده, في حاجات كتير قوي وفي حاجات مش عايز أذكر اسمها ما ينفعش تحط جدول ليه ما ينفعش تحط جدول ليه لأن الحاجات دي تعالي نسميها ألف طيب. وبه ألف وبه دي لو أنا جبتها ده ادويه موجوده في السوق على فكره لو انا جبت ماده الف دواء الف ودواء ب وحطيتهم في حاجه فيها دوبتهم وبخيتهم على على النبات هياثر على الحاله النفسيه والعصبيه بتاع الشخص طيب هل دواء الف ودواء ب ده جدول لا طب لما هو بيأثر دكتور نبيل بتقول بيأثر على الحاله العصبيه والنفسيه بتاعت الشخص طب ازاي مش محطوط جدول؟ لان طريقه استعماله بالفم محطوط عشان تاخده بالفم وبالتالي بيديك الناحيه الصحيه تغيير الطريقه بقى انت. هو ده اللي خطر ايوه تغيير الطريقه انك انت بخيته ضفت عليه اسيتون او الكول بيضيفوا اسيتون عليه ايه ده يا دكتور طبعا والعيال اللي بتاخده دي يا ما بيحسوش انه حشري كمان مصر. في مودات حشريه بتضاف وفي وزاره الداخليه مسكت مصانع تحت سلم بتحط الحاجات دي ويمكن لو تعرف تجيب يا الفيديو بتاعها اعلنوه فعايز اقول لحضرتك الماده الف وماده ب اللي قلت لحضرتك عليها ما ينفعش احطها جدول لان لو حطيتها جدول وهي اصلا مش ماده مخدره لو استخدمت بالطريقه الصح او الطريقه اللي هي الطبيعيه بتاعتنا بالفم كعلاج انا هحرم ناس كتير جدا من استخدامها وده استحالة يحصل استحالة عشان كده التشريع أعتقد أن المشرع يوصلها من ناحية اللي أنا أقصده إيه إذا تم ضبط أي مادة عشبية ثبت رشها بمادة كيميائية ما أقولش أسميها بقى <applause> وثبت علميا أن هذه المادة الكيميائية لها تأثير على الحالة النفسية أو العصبية يبقى في الحاله دي لازم يتحاسب ما اجيبش اسماء ليه لان أصل مش ممكن واحد ماسكه معاه خمسين كيس ولا 100 كيس صغيرين عباره عن عشب مرشوش ولففهم في اكياس وهياخدهم يعملهم بخور في البيت اكيد هيبيعهم الشباب م. فلازم يبقى في نوع من انواع العقاب في ذلك فالتشريع على فكره اللي خد الكلام ده وشرعه فعلا الامارات شرعته بهذه الطريقه بغض النظر عن الماده الكيميائيه م. اي بغض النظر عن المسمى ثبتها على على المشاع اي ماده كيميائيه ثبتت موجوده على على العشب تعمل تاثير يبقى في الحاله دي طيب. يتحسب عايزه بقى اعرف العلاجات الجديده او انواع العلاجات الجديده لعلاج الادمان بص هقول حاجه حاجه هي على حسب نوع الماده المخدره يعني عندك... العلاج بيبقى على حسب التعاطي أطبع. أطبع. اه طبعا لان انت عندك المواد المخدره عندك مواد مخدرة وعندك مواد منبهة. اه. لما نيجي نتكلم على المواد المخدرة، م. مواد مخدرة نتكلم على الترامادول ونتكلم على الهيروين، م. نتكلم على الأفيون م. وعايز في حاجة برضه حاجة. لا ولا مش منبهة. منبهة؟ اه. م. لما نيجي نتكلم على الترامادول من الحاجات الحقيقة اللي هي منتشرة. اه. وفي معلومات مغلوطة. <applause> الناس عارفاها للاسف اللي هي <applause> يجي واحد يقول ايه انا باخد حبايه رمضان بشتغل 18 ساعه وزي الفل صح, صح حاجة جميله ما أوه. بتعبش أوه. وينصح زميله انه يعمل نفس الحكايه لما ياخد الحبايه فعلا بدل ما يشتغل 8 ساعات يشتغل 18 ساعه أوه. طيب هو ربنا عمل الجسم بتاعنا ان هو بعد فتره من العمل والمجهود يتعب اه التعب ده له حكمه راحه له حكمه الحكمه ان الجسم بيشيل السموم اللي اتكونت نتيجه التعب والارهاق ويبتدي يعوض الجسم ويظبطه عشان يبتدي يشتغل تاني <applause> طيب لو هذا الشخص خد رمضان مش هيحس بالتعب فهيكمل 8 ساعات كمان فهيحمل على المكنه بقى زي هيحمل على المكنه عارفه زي الحصان لما تضربيه بالكرباك يجري تضربيه تاني يجري اكتر تضربيه تالت يجري اكتر تضربيه رابع هيقع مم. فهي دي المشكله. ناس تانيه يكون عندها مشاكل في سرعه القذف بالنسبه للرجال. مم. يوم يقول له خد الحبايه دي هتحلها لك، هي فعلا هتحلها. <applause> لكن ما بيقولوش هيحصل ايه بعدها. أوه. فبيقول لا تقربوا الصلاه وما يكملش. أوه. طيب هيحصل ايه بقى؟ اولا هيفقد القدره على تخصيب البويضه. هيحصل له عقم ثانوي، هيفقد القدره على الانجاب. هيبتدي يفقد القدرة على الانتصاب والمعاشرة الجنسية فيضطر ياخد أدوية تساعد على الانتصاب ويخش في مراحل ودوامات دي دوامة هو في بقى في غنى عنها أوه. ونسبة كبيرة تروح تحاول تتعالج والدكتور ما يعرفش ان هم بياخدوا الترامادول فدي مشكله كبيره عندك مشكله في سرعه القذف اتجه للاطباء المتخصصين هيساعدك لكن ما تسمعش نصيحه حد لان هيبتدي بربع قرص الربع قرص هيبقى نص قرص هيبقى قرص أرس. هيبقى قرصين هيبقى ثلاثه. طيب دي المواد المخدره نروح بقى للمواد المنبهه. طيب قبل ما نروح مواد المخدره لو جه هو يوقف المواد المخدره اللي هيحصل؟ اه هيبتدي يتعب التعب عباره عن بنسميه اعراض انسحابيه مم. يجي له مغص وقيء واسهال وصداع والام في المفاصل والظهر والعضلات ما يقدرش يتحرك مم. لازم ياخد الجرعه لا أول ما بياخد الجرعة بيتحسن فوراً. مم. هنا بقى ابتدت الدايرة إن لازم ياخد هنا مش بياخد مزاج. مم. هنا بقى بياخده علاج من وجهة نظره. مم. لأن أنا بقيت أخده عشان ما أتألمش. وهو ده الإدمان. وهو ده الإدمان. مم. ابتدت بمزاج وانتهيت بعلاج مم. من وجهة نظره. وبالتالي ابتدت الدايرة تمشي معانا. طيب المنبهة زي الكوكايين. الكوكايين ماده منبهه طلعوا الشاب دلوقتي اللي هو الانفيتامينات ابتدوا يعملوا الانفيتامينات ويطلعوها بيسموها في السوق دلوقتي كريستالز الايه كريستال دي ايه معلش اللي هو الانفيتامينات ده كريستاله بتبقى كريستاله كده لونها مزرق شويه وبيبيعوها للشباب عشان يتعمل ايه بتخليه يتنبه جدا ويصحصح ويبقى يعني يحس ان عنده طاقه ده نوع جديد بقى من المخدرات نوع نازل بينزلوه دلوقتي آه. اللي هو الكريستال او الشابو آه. آه ده مشكله كبيره جدا ليه لانه بيدمر الجهاز العصبي مافيا كبيره يا دكتور يا فندم دي حاجه ممنهجه لتدمير الشباب فكمل ايه الكريستال ده بقى؟ فده عباره عن ماده من الأنفيتامين ميتامفيتامين احد مشتقات الأنفيتامين الأنفيتامين دي من الحاجات المنبهه للجهاز العصبي. انت عارفه زمان كان الواحده لما تيجي تخس تاخد اقراص تخسيس امم بيبقى فيها جزء من الماده دي فتلاقيها دايما دي ما تعرفش تنام. اه لما تاخد الدواء التخسيس ما تعرفش تنام لان ده منبه ما تعرفش تنام منه. فهم ابتدوا يجيبوا المواد الكيماويه ويبتدوا يخلطوه ويعملوا منه كريستالز كده عارفه الملح الحصى بيبقى زي تقريبا المشكله ان ابتدى التجار تعمله تحت السلم هنا وما يبقاش فيه المواد يحط مواد تانية ويحاول يديله شكل كريستالة ويبيعها للاولاد على انه يعني آه كمان بيغش تانية. في المخدر اه طبعا ليه لانه هو بألف ب 1000 و1200 جنيه انا عندي سهول من الكلام اللي حضرتك وبالتالي بتقوله وبالتالي بيحاول يحط اي حاجه عشان يقدر يعمل اي مكاسب بس بيدمر الجهاز العصبي بيدمر الولد بالطريقه اللي هو بيديها طب العلاجات يا دكتور معلش يعني ده مهم جدا عايزين نعرف العلاجات ايه؟ بص حضرتك الشخص العلاج بيبقى ثلاث مراحل، مرحلة الاولانيه بنسميها الديتوكس انك انت تسحب السموم من جسم المريض المرحلة الثانية العلاج النفسي الطب النفسي بيشوف لأن يعني بعض وأغلب هذه هؤلاء الأفراد بيبقى عندهم أمراض نفسية طيب يا مصاحبة معلش أنا هقطعك يا دكتور اللي حضرتك بتقوله ده دم يعني من قديم الزمان يعني احنا في مستحدثات جديده في موضوع المخدرات والمنبهات وكل ده وما فيش حاجه جديده لسه في علاج الادمان انا لسه اكمل حضرتك ايوه قول آه. قولي بقى بقول لحضرتك اه الاول يبقى في ثلاث حالات الحلقة الحاله أيوة. الاولانيه الديتوكس مم. الحلقه الثانيه العلاج, العلاج النفس. النفسي. عشان الامراض النفسيه اللي يا اما تكون كانت مش موجوده مستخبيه ومع المخدر ظهرت يا اما ان هي ظهرت أو حصلت نتيجة تعاطي هذا المخدر والمرحلة الثالثة هو التأهيل والعلاج الاجتماعي عشان في المجتمع طيب المرحلة لازم يمر بثلاث مراحل دول المرحلة الأولانية الديتوكس دي المرحلة اللي هي مؤلمة جسديا وأنا من وجهة نظري كمتخصص في هذا المجال أنا بشوف إن دي أسهل مرحلة في العلاج أصعب مرحلة مرحلة العلاج بتاع الطب النفسي لكن مرحله الدوكس من وجهه نظرنا احنا ليه؟ لان الولد بيجي انا بفضل مسيطر لغايه ما اشيل كل السموم الموجوده في جسمه. كان كان الاول بيخافوا من العلاج بتاع الديتوكس لسببين، السبب الاولاني يقول لك الله ده انا لما ببطل او لما الجرعه تقل إل وما اعرفش اجيبها بتبهدل. طب امال لما بطل هيحصل ايه؟ فبيخافوا يبطلوا. السبب التاني اللي بيخليهم يعزفوا عن العلاج كان ان الديتوكس بياخد ثلاثة اسابيع من اسبوعين لتلات اسابيع فبيقول لك انا هستخبى ازاي ثلاثة اسابيع لان المرض ده غير مقبول اجتماعيا عندنا فبالتالي مش عايز حد يعرف بيحاول يخبي بقول له لا دلوقتي اولا ممكن يتعمل طرد سريع في خلال 48 ساعه لتلات ايام فكده احنا المده بقت قصيره فرصة ان حد يعرف ان انت بتعمل ديتوكس هتبقى قليله جدا لان اغلبهم ممكن يسافر ثلاث ايام في اي حته. الحاجه الثانيه ان الالم اللي انت كنت بتحس بيه اثناء ما بتاخدش الجرعه دلوقتي ما موجود لان دلوقتي بنقدر نعمل ديتوكس اللي هو طرد للمخدر بدون ما يشعر بالام الاعراض الانسحابيه. فاذا انت وفرت او شلت عاملين كانوا اساسيين في عزوف الناس على الديتوكس اللي هو المده القصيره ثلاثة ايام مع عدم الاحساس بالالم فدي بتخلص المرحله الاولانيه من الديتوكس بعد كده بيخش على الطب النفسي والاجتماعي. اللي جد كمان ان دلوقتي بقينا نقدر نقفل خلايا المخدرات. <applause> انت المخدر عشان يشتغل زي دي كده المخدر عشان يشتغل لازم يخش جواها. لو ما دخلش جواها ما يشتغلش. فاحنا دلوقتي الجديد اللي بنعمله نقدر نقفل الكوبايه دي تماما. <applause> يبقى لما حاول ياخد المخدر يجي خش ما يخش وينزل في ما يخش يوم ينزل في البولي وما يحسش بتاثير المخدر. <applause> فكانك بتحصنه ضد <applause> الماده المخدره <تصفيق> <تصفيق> عشان ما هوش قادره تدخل جوه الكوبايه دي دي بتساعد كتير جدا في حاجتين، الحاجه الاولانيه ان الاهل يبقوا مطمئنين الولد بعد ما طلع من الديتوكس اثناء فتره العلاج بتاع التاهيل والطب النفسي انه مش هياخد. حاجة الحاجه الثانيه بتسهل على الطبيب النفسي ان هو يبتدي يتعامل مع الشخص وهو مطمن ان هو جسمه نظيف. دي من الحاجات الحقيقه المهمه قوي 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 في العلاج دلوقتي. تمام. <applause> كل ده بقى يا دكتور خلى الدوله ان هي تصدر قانون لفصل الموظف متعاطي المخدرات. المجتمع بقى استفاد ايه من القانون ده؟ شوف عايز اقول لحضرتك حاجه. لازم نفرق بين متعاطي ومدمن تفرق كتير جدا في حاجه اسمها التعاطي في ايه يا دكتور؟ اقول لحضرتك. في حاجه اسمها التعاطي العربي عربي. وفي حاجه اسمها التعاطي المستمر م. اللي هو الادمان م. طيب انا لما احلل لواحد انا على فكره القانون ده انا مبسوط منه جدا م. لان انت لازم تتخيلي حضرتك لما قالوه هديكي حاجه بسيطه جدا يبين لك ان الناس فعلا كانت محتاجه دي لما قالوا الرئيس سياده الرئيس لما طلع وقال عن التحليل والمخدرات كميه المكالمات اللي جات لي دكتور نبيل انا خايف يحللوا لي ده انا باخد كذا وكذا وكذا اعمل ايه كونه يقول لك اعمل ايه يعني ابتدى يحس ابتدى يعرف ان عنده مشكله ودي بدايه العلاج انك تعرف انك عندك مشكله فاترمت طوبه في الميه <applause> ودي حاجة جميلة دي حاجة جميلة جدا <applause> طيب تعالي بقى نشوف ال... ال... ما احنا عايزينه لما يتطبق القانون يتطبق صح علشان نستفيد كلنا <applause> واختبار حضرتك دلوقتي ال... ال... في ناس لما تاخد التحليل هتطلع ايجابي وممكن تكون وهم بي... عشان بيتعاطوا ولا علشان بيط... لا بياخدوا ممكن ادويه تكون معينه عربي عربي آه. يعني آه. يعني مثلا واحده بتاخد دواء تخسيس وهي ما بتعرفش ان في ماده الانفيتامين هتحلل بكره هتطلع ايجابي م. هتروح يقولوا لها هاتيلي روجيتا بت... انك ما دي اسهل حاجه م. بس هم يعني بسبب اللي احنا بنقوله ده بينظموا اليه التحليل دلوقتي عشان يكتشفوا المتعاطي الحقيقي من المتعاطي اللي هو ما يعتبرش متعاطي يعني عرضي يعني بسبب دواء او كده يعني. المتعاطي متعاطي بغض النظر عن السبب. زي يا دكتور لكن لو ممكن حد يكون مثلا بياخد دواء قولون دواء تخسيس زي ما حضرتك بتقول هل ده يعتبر متعاطي؟ متعاطي بس متعاطي زي؟ مبرر. اه اه لا انت عايزه تفرقي بقى لا لا انت مش عايزه كده انت عايزه بين المتعاطي المبرر او اللي بياخد دواء مبرر والمدمن. في فرق كبير بين الاتنين. مم. واحد خد دواء تخسيس طلع يجيب المدمن هو اللي هيضر المجتمع بقى. اه طبعا. لكن الواحد خد تعاطي العرضي اللي هو نتيجه ظروف معينه، خد حبايه علشان تخس، خد دواء علشان مم. عنده الام في المفاصل دكتور قالها له ده تعاطي عرضي. مم. ازاي يفرق بينهم؟ لا يمكن التحليل يفرق. مم. ابدا. الا حاجة واحدة. هو تحليل الشعر. ده الحاجة شارك. الوحيدة اللي تفرق بين تعاطي عرضي وادمان. ازاي؟ ليه؟ يا. انا لما جيت حللت لحضرتك لقيت عندك مادة ايجابية. مم. لو انا جيت قلت دي مادة ايجابية انت متعاطية ويبتدوا يتخذوا ضدك الاجراءات مم. في حين ان انت من وجهة نظرك انت مش مش مدمنة مش متعاطي مستمر. هتقولي انا مش مستمر هناخد منك عينة من شعرك. الشعر بينمو بمعدل سنتي كل شهر. سنتي لو خدت شعرايا طولها خمسة سنتي، السنتي اللي قريب من فروه الراس بيمثل لي الشهر اللي فات. وهكذا، يبقى اقدر ارجع بدار الشهر ثلاثة السنة دي، واقدر اقسمهم واقول لي في شهر تلاتة أنتِ خدتي كذا، وبكمية قد كده، في شهر أربعة خدتي كذا، في شهر خمسة ما خدتيش، شهر ستة كذا. من خدتي. الشعر؟ آه طبعاً من الشعر. إذا أقدر أعمل خريطة آه. لحياتك في تعاطي الأدوية من خلال الشعر. هنا بقى لو لقيتك ماشية في التعاطي خلال الشهور السابقة هذا إدمان بحت خلاص. مم. لكن حتى لو جبتيلي روجيتا الروجيتا هنا لازم تبرر الشهور اللي فاتت. لكن لما أجي أحلل وتطلع أول تحليل إيجابي انا رايي يتعمل التحليل التاكيدي عشان نشوف هل هذا الشخص معتاد على تعاطي هذه الماده ولا لا لا ممكن يقول لك خدتها مره واحده مره واحده اللي ممكن تظهر بعد كده في طب وافرض حد بياخد دواء بصفه مستمره لاصابه بسبب اصابه معينه ده وارد آه. اه ده ده التعاطي المقنن آه. ده مقنن في ناس عندها آه امراض تستدعي تعاطي ادويه مخدره او مهدئه لفتره طويله سهل جدا انها تتكشف من خلال الكشف الطبي مع التحليل لكن واحد لقيت عنده ماده لاول مره وما يعرفش فمش هتلاقيها في ولا انا متاكده منه يعني انه اكيد الدوله هتحمي يعني المجتمع من اي خطر ومنع لاي ضرر بس خلي بالك في مهن م. حتى أنا في رأيي الشخصي لو لمرة واحدة ما ينفعش يتواجد في هذه المهنة سواء القطر مثلا أي سواء الأتوبيس بتاع المدرسة مثلا عليك. أي واحد م. شايل أرواح أيوة. على كتفه مظبوط ولا مرة واحدة حتى صح أنت مريض وخدتها مرة ما تشتغلش استنى لما تبقى كويس م. أنا بشكرك جدا دكتور نبيل عبد المقصود على كل المعلومات اللي حصلنا عليها في حلقتنا النهارده وسادة المشاهدين وصلنا لنهاية حلقتنا ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله من 90 دقيقة شكراً لكم